مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع وإياكم أهم وأبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم. أيضا تابعت العديد من الموضوعات، ونبدأ من جولتنا عبر المواقع الإخبارية المحلية، تحديدا من موقع الاشتراك نت الذي عنون في صفحته الرئيسية وقال: فريق اللجنة الوطنية ينهي زيارته الميدانية إلى تعز ويعود إلى عدن. تقول التفاصيل: عاد فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أنهى نزوله الميداني إلى مدينة تعز، وذلك للتحقيق في عدد من المجازر التي طالت المدنيين وعلى رأسها مجزرة الباب الكبير. وقام فريق اللجنة الوطنية في اليوم الأول منذ وصوله إلى داخل مدينة تعز بالنزول إلى منطقة الباب الكبير، وهو المكان الذي وقعت فيه المجزرة في تاريخ 3 يونيو الحالي، وراح ضحيتها الكثير من المواطنين بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال. انتقل فريق اللجنة إلى حي المجلية ثم إلى حي الشماسي لمعاينة الأماكن التي تعرضت للقصف وسقط فيها عدد من المدنيين، حيث قام الفريق بالاستماع إلى أقوال عدد من الضحايا وتدوين أقوال الشهود على جرائم القصف التي طالت أحياءهم. ومن المتوقع أن يقوم فريق اللجنة الوطنية بإصدار بيان للرأي العام بخصوص النزول إلى مدينة تعز الذي استمر لأربعة أيام وتم فيها التحقيق في عدد من الجرائم التي طالت المدنيين. إلى موقع التغيير نت جاء فيه: حشود وتعزيزات عسكرية مريبة للميليشيات في محيط تعز. كشفت مصادر محلية وشهود عيان عن حشد الميليشيات لقوات إضافية وتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط مدينة تعز الأيام الثلاثة الماضية، مستغلة بذلك وقف غارات التحالف. وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز: إن مناطق غرب المدينة ومواقع في شرق المدينة وشمالها شهدت مواجهات عنيفة على إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع الإنقلابية على مواقع الجيش والمقاومة في محاولة مستميتة منهم التقدم واختراق الموقع، لكنهم منيوا بالفشل الذريع وتم التصدي لهم ودحرهم. أضاف القيادي: لم تتوقف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لحظة عن قصف الأحياء السكنية في عموم المدينة على مدار 24 ساعة، ونحن نسمع القصف والانفجارات في جميع أحياء المدينة. موقع الموقع بوست عنون من محافظة إب: أهالي إحدى القرى يطالبون السلطة المحلية بالقبض على عصابة قتلت اثنين من أبناء القرية. عنوان آخر: إعلاميون يوقعون على عريضة تطالب الأمم المتحدة إنقاذ الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيا. حيث وقع إعلاميون وصحفيون في محافظة مأرب على عريضة تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ الصحفيين اليمنيين المضربين عن الطعام في سجون ميليشيات الحوثي منذ 5 أسابيع، ويأتي توقيع الصحفيين على العريضة في محافظة مأرب في إطار مشروع النداء الأخير الذي يشمل العريضة الموقعة من قبل كل الصحفيين اليمنيين في الداخل والخارج. وتطالب العريضة الأمم المتحدة بتشكيل فريق لزيارة الصحفيين المضربين عن الطعام في صنعاء وبالإفراج عنهم فورا. تجنيد الأطفال جريمة تهدد الأجيال. تحت هذا العنوان كتب أحمد الشامي مقالا نشره موقع الوحدة ونت، وقال الشامي: الكثير من الأطفال الذين يتم استخدامهم في الجبهات القتالية معظمهم ضحايا لعائلاتهم، وكثير منهم تم اختطافه أو التغرير به من أجل القتال مع ميليشيا الحوثي في مسيرة الموت لا ناقة له ولا جمل سوى أنه وقود لأزمات أكبر منهم. تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة والعنف الفكري التي تمارسه ميليشيا الحوثي نوع من أنواع الإرهاب التي تمارسها باقي التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، تحولت من عرض مؤقت من لوازم الحروب إلى محاولة لربط الأجيال المتطرفة بمرجعيتها الروحية والفكرية. تستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية الأطفال كوقود لهذه الحرب، فأجر ومصاريف الأطفال أقل بكثير من الأكبر سنا وانضباطهم وحماستهم والقدرة على إقناعهم بهذه الحرب. مع تأخر الحسم العسكري وتحرير المدن تكب المشكلة وتنتج أزمات إنسانية من الصعب حلها إلا عبر سنوات طويلة بعد إنهاء النزاع المسلح، خصوصا بعد زراعة الكراهية وقصص العنف والجهاد التي توزعها ميليشيا الحوثي للأطفال، والتركيز على البعد الأيديولوجي والعقائدي بحيث لا يحتاج إلى انتظار استقطاب الأطفال بل الذهاب إلى عقر دارهم وفي مقاعد الدراسة والفصول ودعوتهم مباشرة
واستخدام كل الوسائل من الإغراء المادي إلى التأثير العاطفي إلى الترفيه لجذب وتفخيخ عقولهم بالأفكار الملوثة. ننتقل بكم مشاهدين إلى موقع عدن تايم، والذي حمل في صفحته الرئيسية عددا من العناوين، منها لا استجابة شعبية لتظاهرات مطالبة برحيل الحكومة من عدن. تقول التفاصيل: منيت تظاهرة مطالبة برحيل الحكومة بفشل ذريع نتيجة انعدام الاستجابة الشعبية لها، وكان ناشطون قد دعوا إلى تظاهرة أمام قصر معاشيق للمطالبة برحيل الحكومة، إلا أن أيا من السكان لم يستجب لهذه التظاهرة، وشهدت الطرق المؤدية إلى قصر معاشيق هدوءا تاما وحركة اعتيادية للسيارات والمارة دون وجود أي تجمهر. وكان اتحاد منظمات المجتمع المدني في عدن قد دعا في بيان صادر عنه أبناء مدينة عدن إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي أطلقت من قبل جهات مجهولة هدفها استغلال معاناة أبناء عدن لتحقيق أهداف خاصة بها، في محاولة منها لإرباك المشهد وتهييج الشارع ولدفعه إلى الصدام مع الحكومة. إلى موقع مصدر أونلاين، عنوان في صفحته الرئيسية وقال الحوثي يوجه بتغيير اسم قوات الأمن الخاص. قالت التفاصيل: رئيس ما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين أصدر توجيها بإعادة تسمية قوات الأمن الخاص إلى الاسم السابق الأمن المركزي، وهو الاسم الذي تم تغييره ضمن هيكلة الجيش عام 2012. يتابع الموقع: بالتزامن مع اقتراب مشاورات الكويت من إنجاز تسوية سياسية، يعمد الحوثيون إلى إصدار قرارات وتعيينات مكثفة لأنصارهم في مؤسسات الدولة عبر ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للجماعة. كما عنوان الموقع: مقتل مدنيين اثنين برصاص قوات موالية للحوثيين عقب خلاف حول بئر ارتوازي في مدينة إب. متى يحلم العربي؟ تحت هذا العنوان كتب علي محي الدين منصر مقالا عن المواطن العربي والحلم في زمن الهويات الصغيرة، وقال منصر: أصبح المواطن العربي يعيش من دون هوية في ظل الانقسامات المذهبية والطائفية والصراعات الجدباء التي لم تكن حلما لأحدهم، بل صنعته عقول متخمة بالغباء وصدقه عامة الناس، وكان نتاجه أن تحقق الدول الغربية أطماعها بتحقيقها حلم تمزيق الدول العربية إلى دويلات صغيرة. ليس من الغريب أن تنفذ الدول العظمى سياساتها على دول عربية تجهل ما يدور حولها ولا تعلم ما موقعها في هذا الكوكب، فعلى مدى بعيد ورؤساء الدول العربية يخوضون نقاشات عقيمة ولم يستطيعوا تحقيق حلم واحد للمواطن العربي في إعادة الأراضي الفلسطينية أو إيقاف الاحتلال الصهيوني عن جرائمه المستمرة على أبناء فلسطين أو في إعادة هيبة العربي. ربما يعيش العالم العربي ورؤساؤه أحلام يقظة في أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز واحد للعربي المهمش الذي لم تعد لهيبته أي بريق أو لمعدنه أي قيمة، فالآلاف منهم يموتون بأياد صديقة تجمعها كل الروابط الدينية والثقافية ويتكلمون لغة واحدة، فعن أي حلم يتكلم العربي؟ عن حلم تناثر كالأشلاء أم عن موضة قطع الرؤوس وموضة العزف على الموتى؟ متى يحلم العربي بأن يعكس مسار طريقه إلى الصواب ويصبح لوجوده أي قيمة على متن هذا الكوكب؟ لا زلنا ننتظر بزوغ شمس جديدة. مشاهدينا، إلى موقع يمن مونيتور، والذي جاء فيه استقطاب محموم بين الحوثيين وصالح عبر رعاية الفعاليات بشعارات طائفية وتمجيدية. ويقول الموقع في التفاصيل: تتباين الهتافات والصرخات بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح بين حفل وآخر تشهده العاصمة اليمنية صنعاء منذ مطلع الشهر الحالي وإلى اليوم. ويقول أحد المعلمين ليمن مونيتور: حضرنا احتفالية تخرج لطالبات مدرسة سالم الصباح التابعة لمنطقة شعوب، وفي كلمة مدير المنطقة التعليمية لمديرية شعوب المعين حديثا كان يصرخ ويهتف يعيش يعيش الزعيم، ما أثار الذهول لدى أولياء الأمور وطلاب المدارس، لماذا يتم إقحام المرحلة التعليمية في الصراعات السياسية؟ من العناوين التي جاءت أيضا: وكيل وزارة الزراعة يتحدث عن استعدادات كبيرة لمكافحة الجراد في عدد من المحافظات. وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية اليوم، نذهب إلى فاصل قصير كالمعتاد، فابقوا معنا. نعود
نعاود الترحيب بكم، نصحبكم مشاهدينا في جولة بين ما تقوله الصحافة العربية الصادرة في أعدادها. البداية من صحيفة عكاظ السعودية، عنوانت حول مشاورات اليمن: ولد الشيخ يعود بمشاورات الكويت إلى المربع الأول. أوضح مصدر مفاوض لعكاظ أن ولد الشيخ أحمد عقد اجتماعين منفصلين مع وفد الانقلابيين والحكومي كل على حدة لتهدئة الأوضاع وإيقاف حالة تبادل الاتهامات بين الطرفين بوضع العراقيل والعودة بالمشاورات إلى المربع الأول. كما توقع المصدر أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة الصليب الأحمر الدولي للنزول إلى السجون والمعتقلات في جميع المحافظات والمناطق من أجل المسح واستقصاء أوضاع المعتقلين. إلى ذلك ناشد اليمنيون مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بالضغط على الميليشيات لوقف الاعتقالات، مبينين أن من يتم إطلاق سراحهم متهمين بجرائم جنائية، بينما يستمرون في اختطاف عشرات الشباب والناشطين في محافظات عمران، حجة، صنعاء، ذمار وتعز. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، المخلافي يقول مفاوضات الكويت في حلقة مفرغة. قالت التفاصيل: لوح رئيس الوفد الحكومي اليمني عبد الملك المخلافي مجددا بالانسحاب من مشاورات الكويت في حال عدم تعديل متمردي الحوثي والمخلوع صالح موقفهم. وقال في تصريحات: ربما نحتاج إلى أسبوع آخر، أعتقد أننا سوف نصل إلى النهاية. وأضاف: ليس فقط وفد الحكومة بل أيضا سفراء الدول المعنية بالمشاورات والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سوف يلملمون أوراقهم ويغادرون، مؤكدا منذ بدء المفاوضات ندور في حلقة مفرغة. يتابع رئيس الوفد الحكومي: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود والحوثيون يتفاوضون فقط من أجل إضاعة الوقت ولا يلتزمون بالمرجعية. صحيفة الخليج الإماراتية نشرت مقالا للكاتب فيصل عابدون حذر فيه من مغبة انفصال الدول عن بعضها، وأورد الكاتب عددا من النماذج الحية. وقال الكاتب: المشكلة في حالات انفصال دول عن وطنها الأم وظهور دول جديدة على الخريطة، إن جذور النزاع بينها تظل كامنة أبدا، فهي قد تخمد قليلا ويهدأ أوارها، لكنها سرعان ما تنفجر مجددا بأشكال مختلفة تتدرج من التراشقات الكلامية والاشتباكات النارية المتقطعة إلى الحروب الشاملة المدمرة التي تحصد آلاف الأرواح. وترجع أسباب هذه العدائية الدائمة إلى اتفاقات الانفصال التي تجيء عادة بعد مفاوضات شاقة ومضنية، وعقب جولات من القتال الذي قد يستمر سنوات طويلة لا تنطوي على معاهدات للسلام الدائم أو اتفاقات للتعاون المستقبلي. وعلى العكس من ذلك، فإن حالات الانفصال غالبا ما تجيء وسط حالات من الفوضى وإهمال قضايا حساسة وحاسمة، مثل مسائل ترسيم الحدود المشتركة واقتسام الثروات وتركة الديون الخارجية وغيرها من القضايا الأخرى التي تشكل حافزا لتجدد الحرب والقتال. والصدام الدامي الذي تفجر هذا الأسبوع بين القوات الأثيوبية والأريترية، والذي سبقته اشتباكات أشد عنفا بين عامي 98 و2000 وخلفت عشرات الآلاف من القتلى، ليس أمرا جديدا أو مستغربا، فقد شهدت الهند وباكستان مواجهات أكثر دموية منذ انفصال دولة باكستان في العام 1947، ولا تزال الروح العدائية حية بين الطرفين تحت رماد الهدوء الظاهري. كما تسببت الخلافات الحدودية في صدامات عسكرية كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين السوداني وجنوبه، ولا تزال بذور هذه الخلافات باقية وتهدد الاستقرار في المنطقة. خلافا لبقية الصحف العربية، ذهبت صحيفة الحياة اللندنية إلى التحدث عن اتفاقات، عنوانت: البحث في تشكيل لجنة أمنية في صنعاء بعد انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح. قالت الصحيفة: بحثت مشاورات الكويت الخاصة في اليمن تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على أمن العاصمة صنعاء بعد انسحاب الميليشيات الحوثية منها وتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وتتولى اللجنة أيضا ترتيب الأوضاع وإزالة العراقيل للانسحاب من المدن تمهيدا لعودة الحكومة إلى صنعاء. وعقدت جلسات المشاورات أول من أمس بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وطرح الوفد الحكومي الشروط والمعايير التي يجب توافرها في أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي.
ولم يبدي الحوثيون خلال الاجتماع أي مرونة حول اقتراح الوفد الحكومي، وتمسكوا باقتراحهم السابق الذي يصر على المناصفة في تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية. وتنقل الصحيفة تنتقل أيضا للحديث عن موضوع آخر، حيث قالت المملكة العربية السعودية وجهت رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، دعتها إلى إرسال وفد من الخبراء إلى الرياض لبحث مراجعة التقرير الذي كان أصدره الأمين العام بان كيمون حول الأطفال في النزاعات المسلحة بعد تراجع كيمون عن إيراد اسم التحالف الذي تقوده السعودية في التقرير. صحيفة الخليج الإماراتية أيضا تابعت التطورات السياسية، عنوانات ولد الشيخ يجري تعديلات على خريطة الطريق الأممية، وفد الحكومة اليمنية يخشى أن تؤول مشاورات السلام إلى سراب. تقول الصحيفة أبدى وفد الحكومة اليمني المشارك في مشاورات السلام بالكويت تخوفه وقلقه من مماطلات الإنقلابيين بغرض كسب الوقت، كما أعرب الوفد عن خشيته من أن تؤول المشاورات في النهاية إلى سراب. وتقول الصحيفة إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد واصل عقد لقاءاته مع جميع أطراف الأزمة والأطراف الداعمة للمشاورات من أجل بلورة صيغة نهائية لخريطة الطريق التي تخرج اليمن من كبوته بعد إدخال بعض التعديلات على المسودة الأولية كي تتلافى ملاحظات طرفي الصراع وتلقى تأييدا يمنيا وأمميا. إلى صحيفة العربي الجديد قالت 7 ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي. تقول التفاصيل وصل ملايين اليمنيين إلى مرحلة الطوارئ فيما يخص انعدام الأمن الغذائي، ما يستدعي التدخل العاجل لمدهم بالمساعدات قبل أن يتعرض الآلاف منهم لخطر الموت. تضيف الصحيفة بات 7 ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، الدرجة الرابعة المعروفة بمرحلة الطوارئ، وهؤلاء في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة. وتورد الصحيفة دراسة أممية توقعت أن تتدهور الأوضاع للسكان الذين يرزحون في الدرجتين الثانية والثالثة على نحو أشد في المرحلة المقبلة لينتقلوا إلى مراحل متقدمة في تلك المشكلة الإنسانية. وأكدت الدراسة أن محافظة تعز هي الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي بسبب استمرار الاشتباكات في معظم مناطقها منذ أكثر من عام، ويعاني أكثر من 1 مليون شخص وهم يشكلون 33% من إجمالي سكان تعز من أضرار انعدام الأمن الغذائي. عن من يطالبون بإيقاف الحرب دون القضاء على منابع النار، كتب وضاح الجليل مقالا ونشره في العربي الجديد. وقال وضاح يعاني هؤلاء الناشطون اليمنيون من عجز تام في فهم منحى الصراع وطبيعته، فهو ينحصر لدى جزء بنزاع بين جماعات دينية متشددة، ولدى جزء آخر برغبات أفراد نافذين وقادة ميليشياويين في الإثراء من خلال العمالة لأطراف خارجية. ويتخيل كثيرون منهم أن همومهم ومصالحهم الصغيرة كالحصول على الكهرباء أو تنظيم الفعاليات والمهرجانات أو تنظيم معارض الكتاب يمكن أن تكون سببا في إقناع المتحاربين بإيقاف الحرب. تغفل هذه الفئة عن فهم الصراع وأسبابه وتوجهاته، فلا يمكن لتفكير أفرادها المحدود أن يقودهم إلى تفسير ما يجري باعتباره نزاعا اجتماعيا بين قوى نافذة وجماهير ثورة فبراير الشعبية في 2011، وأن تلك القوى أعدت للانقلاب على مسار تلك الثورة وتزويد طابعها الاجتماعي إلى طابع طائفي ومناطق وجهوي يتم من خلاله استغلال الوعي الزائف لدى قطاعات واسعة من الجماهير وتجييشها للدفاع عن مصالح تلك القوى باعتبارها مصالحها هي. يمثل التحول الديمقراطي المبرر الجاهز لوقوع هذه الفئة ضمن أجندة القوى الكبرى ومخططاتها وعملها على تخفيف الضغط الشعبي على النظام السياسي ومراكز القوى فيه، فإنها لا تتورع عن وصف أي طرف آخر لا يشاركها الاهتمام بالعمالة لأطراف خارجية، وعند فشل خياراتها فإنها لا تتورع عن اتهام المجتمع بالفساد والتخلف. مشاهدينا، بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كشك الصحافة لليوم، وحتى ألقاكم أترككم في أمان الله وحفظه ومع مجموعة مميزة كالمعتاد من رسوم الكاريكاتير.